نظمت سفارة مملكة البحرين في بريطانيا احتفالا بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلوس لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. تفاصيل أكثر حول الاحتفالية في تقرير مراسلنا من لندن عبد الجمال. استقبال واسع في المملكة المتحدة احتفالا بالذكرى 46 للعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في بريطانيا وأعضاء السفارة رحبوا بالضيوف الذين جاءوا مهنئين مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا. نحن في الحكومة البريطانية ومع أصدقائنا من البحرين دائما نهتم بعلاقتنا القوية مع مملكة البحرين في مجالات التجارة والدفاع والأمن، خاصة في ظل ما يمر به الشرق الأوسط، وبالطبع لدينا صداقة مجتمعية وعلاقات قوية ومتواصلة. هذا عيد وطني ليس للبحرين فقط وإنما لمصر، فما يجمعنا أخوة وتحالف ومصير مشترك. كل تمنياتي بالرقي والازدهار لشهادة الشعب الحبيب. الحفل الذي أقامته سفارة المملكة بقصر لانكستر التابع لوزارة الخارجية البريطانية أشاد المشاركون فيه بإسهامات مملكة البحرين في المجالات كافة وحضورها القوي في المحافل الإقليمية والدولية. فخورة جدا بمرور 200 عام على العلاقات بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين، وهذا يجعلنا نرتبط أكثر بعلاقات التعاون والصداقة. البحرين عزيزة على قلوبنا في سلطنة عمان، وننكر الإنجازات الكبيرة التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك، وكذلك نذكر البحرين الرائدة في مجالات كثيرة التي أدخلت عصر التنوير والعلوم والثقافة إلى منطقتنا في الجزيرة العربية والخليج العربي. ما في شيء يشرفني أكثر من أني أنا أمثل بلدي بهذه يعني للعالمية في الأسواق العالمية، ما في شيء يشرفني أكثر. والشيء الحلو أنه قاعدين نقدم أكلنا البحريني لتذوق العالمي ومستانسين فيه وايد حابينه. ويتزامن احتفال مملكة البحرين مع مرور 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية التي تعد نموذجا للعلاقات الدولية المتميزة لما تحمله من معان ودلالات تاريخية وسياسية لكلا البلدين. يوم فخر واعتزاز لمملكة البحرين في الذكرى 46 للعيد الوطني المجيد، ذكرى يحتفل فيها البريطانيون والعالم مع أبناء مملكة البحرين بإنجازات واسعة ومستقبل مزدهر. عبد الجمال، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.